بعد الانترودكشن هسه نجي نفصل على الملزمة، لكن اكيد قبل لا نفصل انت الانترودكشن هو الاساس مالتك، لازم تضبط الانترودكشن. يلا تجي تقرا هذه المحاضره. زين، هذا الكاردياك الرثمية اخذنا بالانترودكشن، الساين والسيمتوم اخذناها، هاي بعض المصطلحات مثلا ابنورمال اوتوماتيسيتي يعني اكو خلل بالاس اي نود تطلع امبولس هوايه، الابنورمال كوندكشن اكو خلل بالتوصيل، هم كلهم حكيناهم بالانترودكشن، الاتريال والفنتريكل فيبريليشن هم اخذناها قلنا هو نوع من الارثميه يصير سواء بالاتريال او بالفنتريكل. ذن الكلاسات قلنا اكو الادويه كلاس 1 و 2 و 3 و 4 وقلنا كلاس 1 بي اي و بي و سي وراح نفصل بهم بالمحاضره. ري انتري الارثميه قلنا هذا يصير ابنورمال بالكوندكشن او هي بالاس اي نود، الاشاره منتجه للاس اي نود تروح للاي في نود، النوب ترجع للاس اي نود، او هو الاي في نود من يريد يوصلها للبندل النوب ترجع للاي في نود. زين، هم وضحنا الافكتيف ريفراكتوري بيريود، قلنا انه هذا الكيرف نقدر نطوله، اكو ادويه تطول هذا الكيرف اكو ادويه تقصر هذا الكيرف، هي المسافه بين الفيس 1 و 2 و 3 و 4. سيلكتيف ديبرشنت يعني هي اكو ادويه يسوي ديبرشنت للاكسايتابل ممبرين. سوبرا فنتريكل تاكيكارديا اللي هو اختصاره اس في تي، قلنا نوع من الارثميه. سوبرا فنتريكل يعني بالاغلب يصير اللي فوق البطين يعني بالاذين بالاتريوم بالاي في نود. يعني الفنتريكل تاكيكارديا الاختصار مالت الفي تي اللي هو اكثر نوع شائع فيري كومن ارثميه اللي بالاغلب مرتبط اللي يصير بالهارت دامج يعني مايوكارديال انفاركشن يعني احتشاء عضله القلب، يكون يعني اما ابنورمال بالاوتوماتيسيتي مالته يعني الخلل بالبيس ميكر، او ابنورمال كوندكشن خلل بالتوصيل هاي الامبولس، وبالتالي ينتج لنا امبير كاردياك اوتبوت، ايضا فنتريكل فيبريليشن، وهذا يحتاج بريموت مانجمنت يعني علاج فعال وسريع. هذا هم كلها حكيناها بالانترودكشن، هذا بالكاردياك الاكشن بوتنشال وترجمناه على الاي سي جي، قلنا انه هاي البيت مثل الاتريال كيو ار اس للفنتريكل، وهاي الريستنج هي الريكفري، هاي هم كلها حكيناها. الاي سي جي قلنا شي يصير بيه اكو ديبولارايزيشن وريبولارايزيشن، هذا البي للاتريال بي للاتريال ديبولارايزيشن، كيو ار اس للفنتريكل ديبولارايزيشن، والتي هي شنو فتره يعني راحه ريكفري فنتريكل ريبولارايزيشن، يعني هاي من يجي هنا تريد توزعها هاي هنا الفتره يسموها التي. البي ار انترفال اللي هو عباره عن الكوندكشن بين اتريال تو فنتريكل اي في نود، والكيو ار اس هم كلنا حكيناها بالانترودكشن، والكيو تي انترفال اللي هي انديكت ذا فنتريكل اكشن بوتنشال يعني بالبطين الاكشن بوتنشال، هاي القراءات هاي مال الاس اي نود هاي القراءه، الاي في نود هاي القراءه مالتها، الباركنج هاي القراءه مالتها، هاي القراءه مال الفنتريكل، ذن كلهن جمعوهن وين صارت بالاي سي جي اللي هو انطانا هذا الشكل مالته اللي نعرفه، هذا الشكل مالته اللي نعرفه، وهم حكينا كلهن عليهم بالمقدمه شنو السيجمنت شنو الانترفال كيو ار اس بي تي بالنهايه نقص يعني صار هايبوكاليميا هايبومغنيسيميا وخلل بالثايرويد وما الى ذلك تطلع لنا هذا هاي اليوم. زين، ميكانيزم الرثميه هم يعني اغلب حكيناها، هاي هذا يصير اب نورمال اوتوماتيسيتي يعني زياده بالامبلس تصير مثل ما هنا موجوده، يصير change in cell ion channel أو يعني يصير تغيير بالالكترونيك environment، يعني هو الهارت يصير به خلل مثل myocardial infarction مثل ما موضح هنا الشكل. أما re-entry فإحنا قلناها مثلا الـ SA node تريد تروح للـ AV node هاي النوب ترجع هذا المسار هذا الرجوع هاي يسوي tachycardia وسيركل باثوي يعني مسار دائري، هذا سيركل باثوي مثل ما نشوفه
شنو مسار دائري يسموه re-entry movement، ويكون undirectional block يعني باتجاه واحد مثل ما نشوفه يرجع، يكون هو slow conducting. أما trigger activity أما تكون early يعني مبكرة بعد depolarization أو تكون شنو delayed يعني متأخرة، وهذا الشكل مالته. أما هيج أو هيج زين، هذا النورمال والابنورمال. يعني هسه مجرد دراجة احنا الانترودكشن، والانترودكشن اصلا ما اخذه من انا، هذا الامبلس تجينا من الاس اي نود للاي في نود وتروح تتوزع بصورة يعني مباشرة. هنا انا يصير بلوك بمنطقة للامبلس، فبالتالي تصير لخبطة، تصير هيج، تصير لخبطة بالهارت، الريجولار هارت بيت يعني خربطة دقات قلب. هاي الأرثمية قلنا تنقسم نوعين، أما براديكاردية أو أما تاكيكاردية أو براديكاردية. البراديكاردية أقل من 60 نبضة بالدقيقة، والبراديكاردية أكثر من 100 نبضة بالدقيقة. براديكاردية أما تسوي لي هارت بلوك تسد الكوندكشن سيستم اللي هو النظام مع التوصيل هذا، أو يعني سمه براديكاردية بطء بالنبضات. أما التاكيكاردية فهو أما تسوي لي فنتركل تاكيكاردية أو فنتركل فيبريليشن، وهاي الرجفان اللي راح ناخذها هسه نبينها هنا. نروك كومبلكس ممكن تسوي لي اتريال فيبريليشن او فلتر، اللي هي شلون نقول الرجفه او الرفرفه اللي تصير بالقلب، رفرفه يعني يهتز، يعني باهتزاز ذبذبه هذا الهارت. الاس في تي اللي هو سوبرا فنتريكل تاكيكارديا، او ساينوس تاكيكاردي اللي هي يعني النبضات هي تكون طبيعيه بالاي سي جي بس شنو سريعه بها تاكيكاردي، تسارع ضربات القلب. هذا الاي سي جي. الاتريال فلتر والاتريال فيبريليشن. اتريال فلتر يعني قلنا رفرفه بالقلب تصير مكانه، الاتريال يعني قلنا اكو هنا وين بالبي، يعني بالبي ويف هنا الخلل يصير مو بالكيو ار اس. هاي اتريال فلتر هذا مثل ما شايفين هنا اكو خربطة هنا، شوفوا يعني انت مو مجبور تقرا الاي سي جي مثل ما قلت، مو ابو قلبي بس يعني لازم تعرفن الموضوع شائك ومتداخل صراحة، يعني يحتاج ل كل ما اذا فصلت بيه اكثر راح تدخون، واني كذلك يعني هم راح اضيعكم واضيع نفسي. فهي هاي الاتريال فلتر والاتريال فيبريليشن اللي هي اثنيناتهم تقريبا نفس الشيء، بس ممكن الاتريال فلتر يعني هي ما تشتغل هاي يعني تكون مختلفه بالصعود والنزول مالتها، والاتريال فيبريليشن يعني تكون منتظمه وهاي تكون غير منتظمه، يعني هاي كقراءه بالاي سي جي. اما الفنتريكل تاكيكارديا فهي تصير مشكلة وين بالكيو ار اس، هذا بالكيو ار اس، شوف هذا وين هذا وين هذا وين. الفنتريكل فيبريليشن كذلك هم تصير لخبطة ويعني ذبذبة بالكيو ار اس، شوف هذا يختلف عن هذا، هذا هذا واحد هيج واحد هيج، يعني حتى تفرقون بيناتهم. انه الغاية انه تعرفوهن، تعرفون الاسماء مالتهن، مثلا دواء يعالج الاتريال فلتر والاتريال فيبريليشن، فتعرفون شنو اتريال فلتر شنو اتريال فيبريليشن. زين وهذا الباقيات اذا تريدون تطلعون عليهن. هسه نجي على الكلاسات، على الادويه مالتنا اللي قسمها فوغان ويليامز. طبعا هاي الكلاسات هو قسمهم حسب الفيسات اللي تصير بالاكشن بوتنشال، مثلا الفيس الزيرو والثالث والرابع وما الى ذلك. اكو الكلاس 1 يشتغل على الصوديوم شانل بلوكر، صوديوم شانل بلوكر كلاس 1 اي كلاس 1 بي كلاس 1 سي. لكن يعني كمعلومه قبل لا ندخل بالادويه، بالارثميه يفضلون انه نون فارماكولوجيكال بالعلاج، مو الادويه. ليش؟ لان الادويه ممكن هي تسوي لي نوع لاخ من الارثميه، ممكن هي تزيد المريض، تزيد حاله المريض سواء. بعد الكلاس 2 على البيتا ادرينيرجيك بلوكر، كلاس 3 على الكالسيوم شانل بلوكر، والفور على البوتاسيوم عفوا، واما الرابع على الكالسيوم شانل بلوكر.
الكالسيوم يعني بالفيز الثاني يقلل الاكشن بوتنشال مال الاس اي اس اي نود والاي في نود. البوتاسيوم شانل بلوكر بوتاسيوم يعني على الفيز الثالث. زين هاي هم حكيناهم بالانترودكشن. هسه نبدا الادويه بالكلاس الاول انتي ريثميك دراج. تغلق بالكلاس الاول قلنا تغلق قنوات الصوديوم اللي وين موجوده بالفيز صفر اللي هي تبدا منها الاشاره بالبيس ميكر اللي هي تصعد هيك مثل ما قلنا مو هيك تصعد هيك يعني تدريجيه. لان ليش؟ لان اصلا الصوديوم يدخل لها ببطء. فهذا هاي هذا الادويه الكلاس 1 تسوي ان اكتيفيشن للصوديوم شانل مثل ما قلنا. هي يعني تسوي ديبندنس تكون اعتماديه بدون ما تغير بالنورمال بيتنج اوف ذا هارت دقات القلب. والاستخدام مالتها ديكلاين يعني محسور اقل. ليش؟ لان يسوي برو اريثميك افكت. يعني هي اصلا ادويه خطره وهي ممكن تسوي لنا انواع اخرى من الارثميه خصوصا البيشنت اللي عنده مشكله بالليفت فنتريكل فانكشن وعنده اثيروسكلروسيس تصلب الشرايين. هنا اللي عندهم مشاكل بالقلب ممكن يعني هاي تاذيهم بدل ما تنفعهم اللي هي ادويه الكلاس 1. شنو هاي ادويه الكلاس 1 اللي هي الكوينيدين؟ مو الكوينيدين مو الكوينين احنا اخذناه العام بالعقاقير. الكوينين يستخدم كأنتي ملاريا. كوينيدين استخدمناه وين؟ للارثميه. هاي المعلومه معروفه سابقا. بروكونامايد وديزو بيرامايد. يقول الكوينين هذا الميكانيزم مالته يسوي ان اكتيفيشن للصوديوم شانل مثل ما قلنا يمنع دخول الكالسيوم يمنع دخول الصوديوم بالفيز الصفر اللي هو هذا اللي هنا هذا بالرصاصي هذا الطبيعي هذا الطبيعي. فاحنا من نمنع دخول الصوديوم هنا ايش راح يصير؟ راح الطول يصير برولونجيشن وين؟ بالافكتيف ريفراكتوري بيريود. شوفوا هذا المصطلح شلون فاتكم هنا حكيناه بالانترودكشن. هاي راح تطول تشوفون هاي راح تطول مكان ما كانت هيك راح تطول. زين فنمنع دخول البوتاسيوم وبالتالي شنو هو؟ وين؟ بالفيز صفر نمنع دخول الصوديوم مثل ما قلنا. وكذلك شنو وياها؟ احنا الادويه مالتنا صح تشتغل على احنا هسه دا نحكي بالكلاس 1A قلنا يشتغل على الصوديوم وهو ايضا الى ميكانيزمات ثانيه. قلنا يشتغل على الصوديوم يمنع دخول الصوديوم بالفيز صفر بالفيز صفر يمنع دخول الصوديوم يسوي ان اكتيفيشن للصوديوم شانل. وكذلك يقلل الديكريز اوف سلوب اوف فيز فور سبوتانيوسلي ديبولاريزيشن. يعني وين هنا انا يقصد؟ يقصد بالاس اي نود اللي هي كانت عندنا القناه الصوديوم كارنت هاي القناه يثبطها. وبالتالي هاي الاس اي نود احنا ليش هي اصلا تشتغل تلقائي يعني من وحدها تولد شحنه؟ لان هذا الصوديوم يدخل لها ببطء عن طريق الصوديوم كارنت الفاني كارنت هاي بالتالي نثبط هاي. وبالتالي الاس اي نود هنا راح نقلل الديبولاريزيشن اللي يسبب الصوديوم. شوفوا هنا الكلام شلون معقد. زين وكذلك هي تسوي انهبت للبوتاسيوم وانهبت يعني تسد الكالسيوم والبوتاسيوم. زين وكذلك تقلل لي الكوندكشن فيلوسيتي وتزيد الريفراكتوري بيريود. هاي الريفراكتورنس يعني تزيد هنا الافكتيف الريفراكتوري بيريود افكتيف ريفراكتوري بيريود. احنا الادويه اللي تفيدنا يعني اللي تحسن من المريض اللي عنده الارثميه نريدها تقلل الكوندكشن فيلوسيتي ونريدها مثلا تزيد الريفراكتوري هذا راح تفيده. زين ونريدها ايضا تقلل السلوب ديبولاريزيشن يعني ما تخلي الصوديوم يدخل. بالتالي هاي النبضات الزائده الاب نورمال ممكن نقللها. وهذا حكينا الميكانيزم مالته. زين ثيرابيوتيك يوزز مال الكوينيدين تعالج انواع مختلفه من الارثميه مثل الاتريال سيب الاتريال والفنتريكل تاكي ارثميا والجاكشنال. هذا من الانواع عرفناها. بروكونامايد هو تقريبا نفس الكوينيدين لكن شنو انترافينوس ويستخدم بالاكيوت اتريال والفنتريكل ارثميا. ديسوبرامايد يعني علاج قليل ذكره هو مثل ما قال هنا الترناتيف يعني شنو؟ يعني علاج بديل. زين ويعني يتحكم او
يعني ينظم الاتريال فيبريليشن والفلتر. هاي الرجفه اللي تصير بالقلب ممكن شنو يحسنها، يعني يقلل من هاي الرفرفه اللي تصير بالهارت. الادفيرس افكت مالتها، ادفيرس افكت انهانسد برو ارثميه افكت، مثل ما قلنا هو ادويه خطره ممكن هي تسوي لنا ارثميه. ليش؟ لان هي اصلا راح تزيد للكوندكشن، واحنا شنو مريض الارثميه نريد هذا الكوندكشن يقل. يعني هاي الامبولس اللي جايتنا من الاس اي نود والاي في نود، هاي الاي في نود تروح للهاندل، هاي نريد نقللها، نريد نقللها، ما نريدها تتوزع بسرعه وتصير تاكيكارديا مثلا، نريد نقللها. زين، وكذلك شنو المريض اللي عنده المريض اللي مريض الهارت فيلر راح تاثر عليه. ليش؟ لان هي عندها نيجاتيف اينوتروبيك افكت، نيجاتيف اينوتروبيك افكت هاي نعرفها من الهارت فيلر، راح تاذي ابو المريض الهارت فيلر. ليش؟ لان اصلا هو ابو الهارت فيلر عنده شنو، عنده ضعف صاير بالفنتريكل، ضعف بالكونتراكشن، ما يقدر يضخ دم زين، وهو اصلا هنا النيجاتيف اينوتروبيك افكت راح يزيد الطين بله. احنا نريد شنو، استخدمنا ادويه حتى نعالج ابو الهارت فيلر او نحسن الاعراض مالته، بوزيتيف مو نيجاتيف. زين، يعني تزيد الكونتراكشن مو تقلل الكونتراكشن، لان هاي راح تقلل لي كونتراكشن، اما البوزيتيف راح تزيد الكونتراكشن. فهو اصلا ابو الهارت فيلر الكونتراكشن مالته شنو قليل، والنوبه هو هاي الادويه لها نيجاتيف اينوتروبيك فراح تضر. يعني اتمنى الفكره وصلت. وايضا ما يستخدموها اللي عنده اثيروسكليروسيس تصلب شرايين، هارت ديزيز او سيستوليك هارت فيلر، هاي هم حكيناها. اهم ادفيرس افكت طبعا كونيدين احنا حكيناها بالعقاقير، من يستخلصوه من السنكونا بارك، من السنكونا بارك. فايش يسوي لي الادفيرس افكت مالته باللاش دوزز؟ يسوي لي سنكونيزم، تسمم بالكونيدين يعني بالسنكونا. واهم الاعراض بلود فيجن، تيتانوس، يعني مشاكل بالرؤية، طنين بالأذن، هديك، صداع، disorientation، هم مشاكل بالرؤية، psychosis يعني أمراض عقلية، مرض الذهان. هذا الفارماكوكاينتيك دكتور ما يهتم له، لكن هو الكوينيدين إلى interaction والإنهبيتر بيتا غلايكوبروتين والسيتوكروم بي دي 6. الانترافينوس البروكنامايد يعطى انترافينوس، شي يسوي هايبوتنشن. ليش؟ لان هو يقولون يقفل ريسبتورات الالفا، يقفل ريسبتورات الالفا، ممكن يقفل الالفا 1. هي الالفا 1 شي يسوي كونتراكشن، البازو كونتراكشن، من نقفلها شي يصير بازو دايليشن، وبالتالي ينزل الضغط، شي يسوي هايبوتنشن. هاي كتفسير يعني. الديسوبرامايد هاي بروكنامايد، الديسوبرامايد ايش له تاثير؟ الانتي كولينرجيك ادفيرس افكت، انتي كولينرجيك يعني اتروبين لايك اكشن، شي يسوي دراي ماوث، يورينري ريتينشن، بلورد فيجن، كونستيبيشن. هاي التاثيرات مال الباراسمباثيتك اللي تصير، مال الانتي ماسكارينك نفسه، يعني واصل ان هيك مرحله. يعني من نذكر الانتي كولينرجيك ادفيرس افكت يجي بانه دراي ماوث، يورينري ريتينشن، كونستيبيشن. زين، وراها يقول الكون هم يعني بالفارماكوكينيتيك مالته يعطوا كويشن ويا السيتوكروم بي اي 4 اللي هي الكوينيدين عفوا والديسوبرامايد. يعني ممكن هاي الادويه اللي تاثر على هذا الانزيم اللي تثبط هذا الانزيم، فذني راح يصير توكسيسيتي بي. هاي كلاس 1 اي انتهى. الكلاس 1 بي بي دوائن، الكلاس 1 اي بي ثلاث ادويه اللي اخذناهن، ثلاث ادويه ذن الصوره مالتهن، كينيدين، بروكنامايد، والديسوبرامايد. زين، هسه كلاس 1 بي اللي هو بي دوائن، الليدوكاين والميكزيلاتين. الميكزيلاتين هو نفس الليدوكاين، لكن هذا شنو الفرق بيناتهم؟ هذا ممكن يستخدم اورالي، هذا بالامرجنسي اي في حقن. زين، الميكانيزم مالته شنو؟ نفس الشيء،
نفس الشيء هم راح يشتغل على الصوديوم شانل ويسوي لها بلوكر يسدها. وبالتالي الميكانيزم المساعد له شنو؟ يقلل الريبولاريزيشن اللي تصير بالفيز الثالث، يعني يسد البوتاسيوم شانل، وبالتالي راح يقلل الديوريشن اكشن لديوريشن ديوريشن اوف اكشن بوتنشال. طبعا الاكشن بوتنشال هو نفس الافكتيف ريفراكتوري. اذا القبلة كان يزيد مثل ما اخذنا، هنا شنو راح يقلل؟ راح يقلل. ليش؟ لان ممكن الاكتوبك فوكس هنا راح تاثر عليه، فاحنا نقللها حتى متلوح الاكتوبك فوكس. وذاك عكس الشيء، يعني من زيدنا هذا من زيدنا ممكن الاكتوبك فوكس هنا، فمن راح نزيده راح نعبر الاكتوبك فوكس. زين شلون نعبره؟ احنا اقصد بنعبره لان هاي الاكتوبك فوكس راح تاثر على الفيز الاخير اللي راح يزيد لي الصوديوم ويبدي لي تكوين مرحله من او تكوين الامبولس الجديده. فاحنا من راح نطوله راح نخلي هذا الفيس الرابع ما راح يتاثر، وكذلك هنا من نقصره الفيس الرابع ما راح يتاثر، لان احنا قصرنا هنا ما راح يلوح الفيس الرابع الاكتوبك فوكس، اقصد ما راح تلوح الفيس الرابع. زين اذا الاول يطول والثاني يقصر الافكتيف ريفراكتوري، وهو يمكن الوحيد اللي يقصر الافكتيف ريفراكتوري اللي هو الكلاس 1 بي اللي هو الليدوكاين والميكزولاتين. زين الثيرابيوتيك يوزز مالته للفنتريكل فيبريليشن وللفنتريكل تاكيكارديا، اذا نعتقد لازم تعرفون انه هو بالاغلب يستخدموها اذا صار دمج، يعني اذا صار دمج بالمكان بالهارت مايوكارديال اكيوت مايوكارديال انفاركشن، دائما ايش يستخدمون؟ يستخدمون الليدوكاين اذا صار دمج بالانسجه. زين هاي كملاحظه. ايضا الليدوكاين يستخدم كومبينيشن ويا الاميوداران، هذا الاميوداران راح ناخذه بالكلاس الثالث لعلاج الفنتريكل تاكيكارديا ستورم. ستورم معناها شنو؟ عاصفه. هاي يعني كمعنى مجازي للفنتريكل تاكيكارديا القويه، فيستخدمون الليدوكاين ويا الاميوداران. زين هذا الكلاس ما له تأثير، احنا نريد نقلل الكوندكشن مثل ما قلنا، فهذا الكلاس القبلة كان يقلل، هذا يعني ما له تأثير واضح على الكوندكشن، لكن له little effect على الاتريال أو اي في جانكشن ارثمي. اذن هم عرفناها الانواع اتريال والاي في جانكشن. المكسلتين هو الكرونيك تريتمنت يعالج الفنتريكل ارثمي، اذا تلاحظون هذا الكلاس يعني اغلبه على الفنتريكل، ويجي كومبينيشن ويا من ويا الاميوداران نفس الليدوكاين. الادفيرس افكت يقول هذا الليدوكاين الى فيرلي وايد ثيرابيوتيك اندكس. فيرلي وايد يعني شنو؟ يعني الى لو ثيرابيوتيك اندكس، فالجرعه يعني التوكسيك مالته عن الثيرابي على الجرعه اللي تكون مفيده او العلاجيه تكون القليل الفرق بينات. مثل ما عرفناهن السي ان اس سنترال نيرفس سيستم ممكن إلى تأثير هنا نسوي نستجمص، يعني خلل بالرؤية، يعني عين نازلة عين صاعدة، تشمر عيونه مثل ما نقول بلغتنا الدارجة، دراوسنس سلرد سبيس يعني لحثمة بالكلام، خدر اجيتيشن كونفيوجن كونفالشن تشنجات ارتباك واجيتيشن استثارة عنده، وممكن تقل ويا الديوريشن مال الانفيوشن مالته. المكزيلوتين إلى نفس الشيء نارو ثيرابيوتيك اندكس يعني خطر، فيستخدم بحذر ويا الادويه اللي تثبط السايتوكروم بي دي 6، وايضا يسوي نوجيا فوميتنج ديسبيبسيا، هاي الادفيرس افكت مالته. زين كلاس 1 سي اخذنا الاي والبي بالكلاس 1. كلاس 1 سي فليكانامايد بروبا فينون، فليكانامايد بروبا فينون، فليكانامايد بروبا فينون. زين هاي شو تسوي؟ هاي هم تشتغل على الفيز الزيرو اللي هو أول صوديوم شانل، راح يثبط الصوديوم شانل. زين وبالتالي ما راح يوصل للبركنجي، يعني الإشارات مايوكارديال فايبرس. ممكن شنو؟ تقلل لي الكوندكشن بالكاردياك تشي، تقلل الكوندكشن. زين وأيضا إلها على الديوريشن أكشن أوف بوتنشيال، شو تسوي له؟
الطاولة تسوي هذا الإفكتيف ريفراكتوري، هاي ريفراكتورنس نفسها الإفكتيف الإفكتيف ريفراكتوري بيريود، ممكن تأثر عليها لها تأثير خفيف إنه تطولها مثل ما موجود هنا شوية، هنا أنا طالعة طالعة هو الرصاصي هذا النورمال، هاي شوية طالعة عنها. ليش؟ لأن هي تقلل الكوندكشن، قلنا الاس اي نود من يجي تروح للاي في نود، هذا الاي في نود راح يتوزع، هذا التوزيع راح نقلله حتى نقلل الامبلس، يعني اللي عنده لخبطه هاي اللخبطه راح نقلله. وايضا شيء يقلل وياها يقلل الاوتوماتيسيتي، مثل ما قلنا الاوتوماتيسيتي يعني وين اللي هو ديكريز ان سلوب اوف فيس دولاريزيشن، هاي مرت علينا قبل شويه اللي هي بالاس اي نود، قلنا الفاني شانل الفاني كرنت راح نثبطها، وبالتالي حتى الصوديوم من يدخل ويكون نبضة جديدة هذا الشيء نمنعه، وبالتالي تتأخر النبضة اللي النبضة الجديدة اللي تتكون، بالتالي هذا المريض اللي عنده رخبط لخبطة راح نهدي مثل ما موجود هنا بالفيز الصفري ديبولاريزيشن راح نقللها. هذا في كنامايد شيء سوين ان اكتيفيشن للصوديوم شانل، ان الكلاس 1 اي وبي وسي راح تسوي الان اكتيفيشن للصوديوم شانل، الكلاس 1 اي والكلاس 1 سي راح يزيدن الرفراكتوري بيريود ويقلل الكوندكشن، هذا اللي متساويات. لكن بالبي هذا الافكتيف ما راح يطول، راح يقصر بالعكس، وما له تاثير على الكوندكشن. اذا الكلاس 1 بي يختلف عنهن، والكلاس 1 اي وسي تقريبا متشابهات، يبقى الاختلاف في الأدوية. زين احنا قلنا شلون نحفظهن بالانترودكشن، دوغ لم فليكا ودوغ لم فليكا ودول لاخس اسمها فليكا والبروبا، فليكا وبروبا. الدوغ خلنا نرجع عليهن حتى تحفظوهن، لان كلاس هذا الكلاس يخربط. الدوبك دي اللي هي ديزوبراميد الدي ديزوبراميد دوبك ب ب ب بروكاناميد، الكاف اللي هو كينيدي. زين هذا الدوبك لم اللام اللي هو ليدو كاين، لم الميم ميم ميكسيلاتين، دوبك لم الاخ اخر شيء لم فليكا اللي هو الفليكانامايد، طريقة غبية بس يعني حتى تحفظون بيت الله تساعدكم، والبروبا لم فليكا والبروبا بروبا اللي هو بروبا فينول. زين وين وصلنا؟ فليكا فليكانامايد يقول لك أيضا كميكانيزم لاخ كميكانيزم مساعد، هي تقفل شنو؟ تقفل البوتاسيوم شانل، فراح تزيد لي ديوريشن اوف اكشن بوتنشال، واكيد هذا الشيء راح يفيدنا والريده احنا. لكن البروبا فينون هي تقلل الكوندكشن مثل ما قلنا، وهالشيء راح يفيد المريض، لكن ما تشتغل، ما لها فعاليه على البوتاسيوم شانل، وهاي لها ويك بيتا بلوكر، هاي البيتا راح تسدها. زين وبالتالي مريض الاسما راح نستخدمها ويا بحذر او ما نستخدمها. ليش؟ لان هاي ممكن تسد لي البيتا 2، البيتا 2 شي يسوي فازو دايليشن، واحنا من راح نزدها راح نمنع هذا الفازو دايليشن، واصلا مريض الاسما يحتاج الفازو دايليشن فراح اضطره. زين ثيرابيوتيك يوزز فليكانامايد مينتننس يعني شنو؟ يعني الشخص نمنع انه هاي الارثميه او اللخبطات نمنع او ناخرها انه تصير بالساينس اتريوم ان اتريال فلتر او فيبريليشن، يعني هاي الرجفات اللي تصير هاي يعني ناخرها او نمنعها. زين without structural heart disease and refractory ventricular arrhythmia، قلنا refractory ventricular ممكن هاي بالventricular تصير خلل او بالاتريال، لكن لازم ما عنده امراض قلب اخرى. بروبافينون ممكن نستخدمها بالاغلب تستخدم للاتريال ارثميه، سواء الاتريال فيبريليشن او فلتر هاي اللخبطه اللي تصير، او باروكسيمال سوبرا فينتريكل تاكيكارديا، وممكن يعني كبروفيلاكسيس ويا البيشنت اللي عنده
تاكيكاردي ريانتري تاكيكاردي قلنا هاي الاس اي نود راح تروح للاي في نود راح تروح للاي في نود وبالتالي ممكن ترجع من هاي الاي في نود من تريد توصل توصل للبركنجي هاي ممكن هم ترجع للاي في نود يعني اعاده الحركه الدائريه اللي قلناها تصير زين فممكن كعلاج وقائي اللي هو البروبوفينون يطوي هاي الحاله ادفيرس افكت مال فليكانامايد بلود فيجن ديزنس وما على ذلك نوشيه والبروبوفينون يسوي برونكوز بازم لهذا يطوها او يتجنبوها ويا مريض الاسماء قلت السبب ليش قبل شويه وهاي البروبوفينون يسوي نمتر للبيبتيدو غلايكوبروتين هذا ممكن يساعد بالميتابوليزم والاكسكريشن فاحنا اذا ثبطه فهذا الدواء راح يصير له اكيوميليشن فيطو كوجن بحذر ويا الادويه اللي تسوي انهبيتر للسيتوكروم بي دي 6 طبعا هو هذا الفارماكوكينيتيك ما حد يهتم له يعني بس اعرف المعلومه وعبروها كلاس 1 2 كلاس 1 2 شنو كلاس 2 انتهينا من الكلاس 1 كلاس 2 اللي هو من هو بيتا بلوكر البيتا بلوكر هذا الميكانيزم غير واضح لكن يقولون شنو يشتغل على يقلل الفيس فورتي بولاريزيشن هم حكيناها يعني يقلل السلوب مثل ما قلناها قبل شويه وايضا ممكن يقلل الاوتوماتيسيتي هو ما اكيد من يقلل السلوب راح يقلل الاوتوماتيسيتي هاي النبضه يعني ما تطلع بعد سريعه ليش لان هو اصلا الصوديوم منعناه يدخل او اخرناه يدخل فالاوتوماتيسيتي راح تقل اكيد ممكن يسوي لي برولونج للكوندكشن يعني يقلل الكوندكشن وممكن يقلل الهارت ريت والكونتراكتيليتي مالته زين يعني هاي كميكانيزمات محتمله للبيتا بلوكر شلون تفيد لكن هي اكيد تعالج التاكي ارثميه يعني التسارع ضربات القلب اللي صاير بسبب زياده السمباثيتك اكتيفيتي هي اكيد من السمباثيتك يجي يحفز البيتا اللي موجوده بالقلب راح تسوي تاكي كارديا فاحنا من يصير هذا ممكن نستخدم البيتا بلوكر حتى نمنع انه السمباثيتك تجي تحفز البيتا اللي موجوده بالهارت زين ايضا يستخدموه للاتريال فلتر والفيبريليشن اللي عندهم لخبطه بالقلب او رفرفه وايضا للاي في نودر ري انتري تاكيكارديا هاي قلنا الحركه الدائريه اللي ترجع الاشاره او ترجع النبضه للنفس من نفس المكان اللي طلعت منه والبيتا بلوكر ايضا تمنع الفنتريكل ارثميا اللي متبوعه بالدمج اللي هو المايوكارديال انفراكشن اذا صار بيها ممكن بيتا بلوكر تنفع بيتا بلوكر تنفع وايضا الليدوكاين ينفع بهاي الحاله الادويه اللي هي الميتوبرولول والايسمولول الايسمولول الميتوبرولول اللي هو بيتا بلوكر يعالج الكاردياك ارثميا قلنا انه ادويه البيتا بلوكر هي الميتوبرولول والايسمولول الميتوبرولول هو اكثر واحد مستخدم بيتا بلوكر يعالج الكاردياك ارثميا بالمقارنه مع النون سيلكتيف هذا البروبرانولول يكون نون سيلكتيف بيتا بلوكر فيستخدمون الميتوبرولول حتى يقلل برونكوسبازم ليش شوف الكلام هنا شلون معقد ومتداخل البروبرانولول عليه من يشتغل على البيتا 1 وعلى يكون نون سيلكتيف على البيتا 1 والبيتا 2 فاذا سد البيتا 2 ايش راح يسوي لنا برونكوسبازم فبالتالي هذا ما يستخدمون منو يستخدمون اللي يكون سيلكتيف على البيتا 1 اللي هو الميتوبرولول فبالتالي يقلل الكاردييك ارثميا يعني يعالج الكاردييك ارثميا يعالج هاي اللخبطه او يقللها زين ايزمولول ايزمولول هو يكون شورت اند فاست اكتين يعني قصير وسريع بالمفعول يعطى اي في من اي في يعني مهم بالامرجنسي سيتويشن يعالج الاكيوت الرثمي كمان ادفيرس افكت نعرفها مال بيتا بلوكر براديكارديا هايبوتنشن فاتيك تعال هسه كملنا كلاس 1 اي وبي وسي والكلاس 2 هسه الكلاس 3 كلاس 3 طبعا يشتغل على البوتاسيوم اللي هي وين بالفيز الثالث مثل ما اخذنا بالاكشن بوتنشال فيز الثالث اللي هو يصير ريبولاريزيشن يخرج الكالسيوم فاحنا ايش راح نسوي راح نبطئ خروج الكالسيوم يا كالسيوم نبطئ خروج البوتاسيوم عفوا بالمرحله الثالثه البوتاسيوم زين اذا انه هاي الادويه راح تشتغل على الفيز الثالث اللي يصير بيه ريبولاريزيشن وبالتالي راح نبطئ خروج البوتاسيوم زين نبطئ خروجه يعني ايش راح نسوي راح نطول الافكتيف ريفراكتوري بيريود زين هسه نجي الكلاس الثالث راح يسوي بلوك للبوتاسيوم شانل فيقلل
يقلل خروج البوتاسيوم، يعني يقلل الريبولاريزيشن اوف كاردييك سيل، وايضا برولونج ديوريشن اوف اكشن بوتنشال. ديوريشن اكشن ديوريشن اوف اكشن بوتنشال هي نفس الافكتيف ريفراكتوري بيريود، راح يطولها مثل ما قلنا، هاي الرئيسيه وهاي هو سواء طولها، شلون الكلاس الاول الاي والسي هم طولنا بها لكن البي قصرنا بها. زين، ايضا هو ايش راح يسوي؟ راح يسوي برولونج افكتيف ريفراكتوري بيريود، مثل ما قلنا الافكتيف ريفراكتوري بيريود هو نفس الاكشن بوتنشال، ديوريشن اوف اكشن بوتنشال هذا راح يطول. زين، ادويه، الادويه مال اهم دواء اللي هو الاميودارون والمستقبل الاقل سايد افكت منه اللي ما بي يود اللي هو الدرونيدارون. زين، الاميودارون ميكانيزم اوف اكشن مالته يقول هذا الاميودارون يحتوي الايودين، الايودين احنا مثل ما نعرف الثايروكسين بي الايودين نفس الستراكشر مالته ثايروكسين، حيأثر على الغده الدرقيه ممكن يسوي لنا توكسيسيتي. هذا الاميودارون يعني يشتغل بتاع كله مثل ما يقولون المصريين، يشتغل بتاع كله، يشتغل بكل الميكانيزمات، كلاس اول كلاس ثاني كلاس ثالث وكذلك هم كلاس رابع، وايضا الى شنو الفا بلوكيد اكتيفيتي، الى انه يخفر ريسبتورات الالفا، فبالتالي راح يطول احنا اللي نريده يطول البرولونج اكشن بوتنشال، وشلون يسوي بلوكيد للبوتاسيوم شانل مثل ما قلنا هنا أنا. هذا هاي راح يقفلها وبالتالي راح يطول الافكتيف ريفراكتوري بيريود او الاكشن بوتنشال ديوريشن اوف اكشن بوتنشال نفس المعنى اثنينات. زين، اذا كميكانيزم انه تنغلق قنوات البوتاسيوم، فقط تنغلق قنوات الكالسيوم without alternate phase صفر depolarization، يعني ما له دخل بالفيز الصفر اللي هو المختص بالصوديوم ما يجي يمه، فقط يسد لنا البوتاسيوم من يسد قد بوتاسيوم شانل، هاي من يسدها بالتالي راح يطول البرولانجيشن او الافكتيف ريفراكتوري بيريود وبالتالي راح يفيد المريض. هذا اللي قلنا الاميودارون بالايودين بالتالي راح يسوي لنا سايد افكت هوايه شانل ثيرابيوتيك يوزز. هذا الاميودارون سيفير ريفراكتوري يفيد اللي عندهم سيفير ريفراكتوري سوبرا فينتريكولار اللي عندهم بالاتريوم مشاكل او بالفينتريكل تاكي ارثميه اللي عندهم يعني تاكي كارديا بالفينتريكل صايره، وايضا يفيد الاتريال فيبريليشن او فلتر هاي الرفرفه اللي تصير بالقلب. زين، يقول على الرغم من انه هذا البي سايد افكت هو لكن هو اقل واحد يسوي البرو ارثميه، برو ارثميه يعني هي هذا العلاج يسوي يسوي ارثميه من نوع اخر، هو اقل واحد يسوي هذا، باقي الادويه مثلا اللي اخذناها بالكلاس 1 هي تسوي برو ارثميه اكثر من هذا الدواء، لكن هذا الدواء كلش خطر وما توه هواي عالم بيه. الادفيرس افكت مال الاميودارون هو التوكسيك افكت، مثل شي يسوي بولمنري فايبروسيس، النيوروباثي يأثر على الاعصاب، هيباتوتوكسيسيتي سميه بالكبد، كورنيال ديبوزيت يعني تصير نقطه بالكورنيال اللي موجوده بالعين، اوبتيك نيورايتس، فلو جراي سكن ديسكولوريشن الجلد الوجه يصير يعني هاي حساسيه فوتو سنسيتيفيتي يصير حساسيه، الوجه يصير رصاصه مزرق يعني ابحثوا عليها بالجوجل راح يشوفون، نسيت انا اضيفه راح تشوفون الوجه شلون رصاصي مزرق، وايضا هو ما طول ب يود راح ياثر على الثايرويد ممكن يسوي هايبو او هايبر ثايرويدزم. زين، وهذا ممكن يثبط مثل ما حكينا نفس السيتوكروم بي انتراكشن. الدروني دارون نفس الاميودارون لكن شنو هذا مشتق من البنزوفيوران اميودارون، فبالتالي هذا شنو ما يحتوي لنا ايودين فراح يكون اقل سايد افكت مثل ما قال هنا ريسبونسبل فور هذا الايودين اللي يكون مسؤول عن الثايرويد ديسفانكشن عنه يدمر الثايرويد اللي هذا الاميودارون مثل ما قلنا لان بايودين فراح يدمر للثايرويد، فهذا
الدرو دارون هذا ما بي ايودين، فبالتالي ما راح يدمر لي ثايرويد ديسفانكشن. زين هذا الكلاس 1 2 3 4 درو دارون الدرو نيدارون بيتر ادفيرس افكت، يعني اقل سايد افكت من الاميودارون، احسن من عنده، لكن هو بعده يسوي ليفر فيلر، يعني هو ما بي سايد افكت هوايه هذا الدرو نيدارون، لكن هو فقط يسوي ليفر فيلر، فشل بالكبد. زين كونترا انديكيشن ويا من ويا الهارت فيلر اند اتريال فيبريليشن، لان ممكن يزيد لهم الريسك اوف ديث. زين هو ليس افكتيف من الاميودارون، ليس افكتيف لان هو الاصل عندنا من هو الاميودارون، والمشتق من عنده اللي هو من هو الاميودارون، عفوا المستق من عنده هو الدرون دروني دارون، والاصل مالتنا الاميودارون، فيكون اقل فعاليه من عنده. هو ممكن يعني منتين يحافظ على الساينوس ريزم على النبضات، وين بالاتريال فيبريليشن او الفلتر، يعني هاي الرفرفه اللي تصير ممكن شنو يعدلها. ساتالول هذا الساتالول هذا شنو هذا بيتا بلوكر وانتي ارثميه، شون هذا يعتبر على الكلاس الثالث ونون سيلكتيف بيتا بلوكر. هذا بالايزومر اللي هو الراسمك ميكشر اخذناها بالعقاقير بيل ال وبالبايو كذلك بيل ال وبيل دي، هذا ال راح يكون هذا الستالول الى شنو هو بيتا بلوكر، والدي راح يكون انتي ارثميتك من الكلاس الثالث، انتي ارثميتك ادراك او انتي ارثمي ادراك مين من الكلاس الثالث، اذا كان دي ديكسترو روتيتري، اما اذا كان ليفو روتيتري فهو شنو هو اذا كان ليفو روتيتري على البيتا بلوكر اكتيفيتي، يعني الى بيتا بلوكر والى يشتغل على الكلاس الثالث مال انتي ارثمي، يشتغل على الكلاس الثالث يعني شنو هذا البوتاسيوم راح يغلقها، بوتاسيوم شنو مثل ما قال هنا البوتاسيوم كرنت راح ياخره، ومن اخرها راح يطول الريبولاريزيشن ويطول الديوريشن اوف اكشن مثل ما قلناها، طول الافكتيف ريفراكتوري بيريود. هنا انا خاف نسيته هاي الاصليه، هاي الاصليه وش راح يسوي راح يطول. زين يعني ارتاح اخذ نفسي شوي، يتعب والله يتعب هذا اللي. ومو يتعب بس المعلومات ما متسلسلة. زين زين هذا الساتالول، ساتالول المينتنس قلناها انه ما يخلي بعد هاي الرزم تتلخبط او يأخر اللي تلخبط مالتها، ممكن يعني يعني يحافظ عليها مثل ما نقول مينتين اللي تصير بالاتريال فلتر والاتريال فيبريليشن، يعني هاي الرفرفة اللي تصير ممكن يعني شنو نقللها او ناخرها انه تصير عند المريض، وايضا بالرفراكتوري باراكسيمال سوبرا فينتريكل تاكيكارديا هم بالاتريال فيعالج ايضا الفينتريكل ارثمي، هاي ذن الفينتريكل باراكسيمال سوبرا فينتريكل اتريال فيبريليشن اتريال فلتر، ذن بدايه المحاضره بالانترودكشن حكينا عليه، ذن مصطلحات غريبه انا اقول لك غريبه، فلازم يعني تضبط الانترودكشن مالتك يعني حتى تجي تشوف كل دواء شيء عالج. زين البيتا بلوكر اكتيفيتي فممكن كمان يوزد، ممكن اللي عنده خلل بالليفت فنتريكل هايبرتروفي واللي عنده اثيروسكلروسيس فالبيتا بلوكر شنو ممكن تنفعه. رينال ديسفانكشن ممكن يسوي برو اريثميك افكت او عفوا يقلل البرو اريثميك افكت، يعني ممكن ما هاي ما تسوي اريثميه مثل باقي الادويه اقل خطرا. الدوفيتيلايد هذا فقط الدوفيتيلايد فقط يشتغل على البوتاسيوم شانل بلوكر، ويعتبر كفيرس لاين بالاتريال فيبريليشن وبالهارت فيلر مع الكورونري ارتري ديزيز، فهذا ممكن اصلا يفيده بالانجينا. خطر البرو اريثميه ممكن يسوي اريثميه، فهذا بعد يعني استخدام اقل والهارف لايف مالته 10 ساعات، هو يشتغل فقط على البوتاسيوم شانل بلوكر. زين هو فيرست لايف وين بالاتريال فيبريليشن وبالهارت فيلر وبالكورونري ارتري ديزيز،
زين الاكسكريتد مال تيبل يورين يعني ذن معلومات ثانويه هيك. البيوتيلايد هذا البوتاسيوم شانل بلوكر نفس القبله، وايضا اكتيفيشن اوف انوارد انوارد صوديوم كرنت، يعني هو ميكسد بين الكلاس الثالث والكلاس 1A. يعني هذا الصوديوم فاني كرنت ايش راح يسوي لها؟ راح يسوي لها شلون يسوي لها بلوكر، فهذا الصوديوم بعد ما يدخل بالتالي هاي اللخبطه اللي تصير. يعني السايد احنا قلنا انه هذا الصوديوم هو يخلي الاس اي نود ان يتكون امبلس جديده، فبالتالي احنا من ثبطنا هاي الصوديوم فاني هاي ثبطناها، بالتالي شنو ما راح نخلي نبضة جديدة تتكون بسرعة وممكن تسوي لنا تاكيكارديا، هذا الشيء راح نمنعه. فهو هذا البيوتيلايد ميكسد بين الكلاس الثالث اللي يصد البوتاسيوم وبين الكلاس 1A اللي يصد الصوديوم، بالتالي راح يطول الريفراكتوري بيريود. هذا الدروغ هذا الدراغ هذا بيوتيلايد بالاتريال فلتر بالرفرفة هاي اللي تصير ممكن يفيدنا. دراغ اوف تشويس يعني الاول دواء المختار مختار يعني اللي يختاره. زين ممكن هذا الدواء اقل استخدامه لان يسوي ريسك اوف ارثميا، ممكن يسوي لنا انواع اخرى من الارثميا. انتهى الكلاس الثالث، اخذنا الكلاس 1A وبي وسي والكلاس 2 والكلاس 3 والكلاس 4. هذا كلاس 4 اللي هو يسد الكالسيوم، كالسيوم شانل بلوكر اللي هو من نوع النن داي هيدروبريدين. احنا قلنا ندري عرفنا من الضغط عفوا اكو داي هيدروبريدين واكو نان داي هيدروبريدين. الداي هيدروبريدين تشتغل على السموث مصل بالاغلب على الاوعيه على الاتريال، وممكن تسوي بازو دايليشن وتخفض الضغط. اما النان داي هيدروبريدين فقلنا هي وين بالاغلب على الهارت، موجوده بالهارت. الكالسيوم شانل بلوكر هذا الكالسيوم بالاكشن بوتنشال اللي اخذناه وين؟ بالفيز وبالفيز 2، فنمنع انه هذا الكالسيوم يدخل للخليه. فبالتالي ايش راح نسوي؟ اهم الادويه اللي هي مال نان داي هيدروبريدين فيرابامين دلتيازم نعرفها. زين فهذا الاومن ديبولارايزنج شانل ديكريز انه هذا الديبولارايزنج الكالسيوم مثل ما قلنا من يدخل للخليه ايش راح يسوي؟ ديبولارايزيشن. هاي اخذناه بالاكشن بوتنشال، احنا راح نمنع هذا الشيء، راح ديكريز انورد كرنت كاريد باي كالسيوم، نمنع انه هذا الكالسيوم يدخل للخليه. زين بالتالي شنو هو؟ راح نخلي الديبولارايز، راح نقلل الريت اوف فيس فور سبوتونوس ديبولارايزيشن. احنا اكيد من طولنا ومن خلينا الكالسيوم ما يدخل السلوب هذا الفاني صوديوم، بالتالي هم راح تتاثر، ممكن نقللها وبالتالي نقلل هاي اللخبطه اللي تصير. وايضا هو يقلل السلو كوندكشن، السلو تقريبا كلهم نفس الحكي بس محتاجين تفرقون بيناتهم. احنا المريض اللي في ايده يعني من نغلق قنوات البوتاسيوم او الكالسيوم او الصوديوم الريد هذا السلو كوندكشن يقل، والريد الرفراكتوري بيريود الريد يزيد او ينقص، ينقص بس بالكلاس 1 بي والريد نزيد بالباقيات حتى يعني يتخطى الاكتوبك فوكس حتى ما تصير هاي اللخبطه عنده. زين هذا المختصر ترى مالتهم يعني. زين هاي الكالسيوم شانل بلوكر من نوع النان داي هيدروبريدين اللي هي الفيرابامين والدلتيازم فعالات اكثر اذا كانت الارثميه بالاتريال بدل الفنتريكل، يعني بالاذين لي فوق اذا كانت بالفنتريكل هاي ما تفيد، وممكن اصلا تسوي له سدن اوف ديث. فالارثميه اللي اصلها بالاتريال بالاذين يعني لي فوق ممكن شنو هاي الكالسيوم شانل بلوكر تفيده، ممكن تعالج سيبرا فنتريكل تاكيكارديا. سيبرا فنتريكل يعني وين؟ يعني بالاتريال، يعني هنا أنا بالاتريال، فتقلل الفنتريكل ريت اتريال فلتر والفيبريليشن هاي الرفرفه اللي تصير بالاتريال، ممكن اذا استخدمنا الكالسيوم شانل بلوكر راح تفيده. زين كمان ادفيرس افكت نعرفها مال الكالسيوم شانل بلوكر سو برادي كارديا هايبوتنشن بيرفرال ادمه.
هاي فين سايتوكروم بي، وممكن تاثر على تسوي انهبشن اوف جلايكوبروتين بي جلايكوبروتين. الاذر دراج تشتغل بميكانيزمات اخرى مثل الديجوكسين، هذا اخذناه بالهارت فيلر، هذا يسوي انهبت يثبط الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، وبالتالي راح يقصر لي الرفراكتوري بيريود اتريال اند فنتريكل مايوكارديا. ممكن شنو يسوي؟ برولونجيشن اوف افكتيف رفراكتوري، قلنا راح يطولها ممكن شنو يقلل الكوندكشن. اذا نتحققت الشروط اعتبروها شلون الشروط، قلل الكوندكشن ويزيد الرفراكتوري بيريود، فراح يفيد المريض. هذا الميكانيزم مالته. زين هو شلون قللهن؟ لان سد البوتاسيوم الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. زين هذا ممكن يعني يفيدني بالاتريال فيبريليشن والفلتر. ليش؟ لان احنا اصلا نعرف انه الديجوكسين هو شنو يقلل الهارت، نعرفها من الهارت فيلر شرحنا. الديجوكسين هو يقلل الهارت فيلر ويزيد الكونتراكشن، يزيد الكونتراكشن. فاحنا شنو هاي الفيبريليشن والفلتر؟ قلنا انه عباره عن رفرفه، رفرفه يعني هذا القلب نشوفه هيك يعني يهتز رفرفه. من راح يزيد الكونتراكشن مالته راح يفيد الفيبريليشن والفلتر، راح يقويهن يعني. زين قلنا احنا بالهارت فيلر الدوز مال الديجوكسين 0.5 إلى 0.8 جرام بير مل، اما بالاتريال فيبريليشن والفلتر نستخدم من 1 إلى 2 نانو جرام بير مل. الادينوسين، هذا الادينوسين شنو هو؟ هذا الادينوسين يشتغل اغانست، يعني يشتغل على الريسبتور مالته اغانست. احنا نعرف انه ادينوسين موجود بالنيكلوسايد، فبالهاي دوزز راح يقلل لي الكوندكشن، هذا تحقق الشرط كوندكشن فيلوسيتي، وراح يزيد لي الريفراكتوري بيريود، وراح يقلل لي الاوتوماتيسيتي بالاي في نود. يقلل الاوتوماتيسيتي يعني شنو؟ هذا الصوديوم اللي جاينا من الفني ويدخل، هذا راح يقل. من نقلل الصوديوم بالتالي هاي اللخبطه اللي تصير ممكن نقللها. شلون؟ لان الصوديوم اذا ما دخل هاي النبضه ما راح تتكون. زين هذا الـ يقلل الكوندكشن خلال من 10 إلى 15 ثانية، وكي يقولون من 5 إلى 15، هاي صارت 50، من 5 إلى 15 ثانية. يعني ينطي اي في وينطي بالامرجنسي، ويفيد هو الدراج اوف تشويس للاكيوت سيبرا فنتريكل تاكيكارديا. هذا مهم، للاكيوت سيبرا فنتريكل تاكيكارديا. من هو؟ الادينوسين. طبعا هذا الادينوسين هو شورت ديوريشن مثل ما قلنا، من 10 إلى 15 دقيقة. ممكن يعني ليش هذا الديوريشن مالته سريع؟ ممكن الارثروسايت والاندوثيريال سيل تسوي له رابيد ابتيك. هذا الادينوسين الاهم شيء به هو يطول الرفراكتوري بيريود ويقلل الكوندكشن فيلوسيتي. اصلا احنا نعرف انه هذا الادينوسين يسوي شنو؟ بازو كونستركشن. فبالتالي او مريض الأسمة لازم الممنوع يعني عليهم. ليش؟ لان الادينوسين يسوي بازو كونستركشن. زين اخر دواء اللي هو المغنيسيوم، لا والله بعدك واحد، اي اخر دواء اللي هو المغنيسيوم سلفيت. هذا شنو؟ اللي عندهم هايبومغنيسيميا، هذا المختصر كاتب اللي جوا، اللي عندهم هايبومغنيسيميا واستخدموا ديجوكسين فصار عندهم تسمم بالديجوكسين، وبالتالي ممكن هذا الديجوكسين الزياده الجرعه مالته تسوي لنا ارثميه، فيعطوهم مغنيسيوم سلفيت 1 جرام اي في. فهذا المغنيسيوم ضروري حتى ينقل الصوديوم كالسيوم بوتاسيوم عبر السيل ممبرين، يقلل لي الريت مال الاس اي نود امبولس فورميشن، ويزيد الكوندكشن تايم الونج مايوكارديال تيشو. نفس الشيء هم يطول ويقلل الاوتوماتيسيتي، يعطى انترافينوس اذا كان اورالي يكون شنو ان افكتيف. زين وبالاغلب دروغ اوف تشويس ويا من ويل فيتال ارثميه تورسايد دي بوينت، تورسايد دي بوينت هي دي بوينت دي، هاي يعني كلش خطره تكون الاكتوبك فوكس، يعني هاي الاكتوبك فوكس اللي قلناها الاشارات تطلع من غيره تكون هوايه، وراح تضرب لنا الفنتريكال او الاتريوم وتسوي لنا لخبطه بالقلب. احنا اللي شفناها اعتقد هنا دقيقه
دور ساد يلا الملزمة صارتش طولها. دور ساد دي بوين دي بكثرة موجود هنا وين شفته معود. دور ساد دي بوين دي دور ساد دي بوين دي والله ما أدري يمكن بالإنترودكشن حكيتي. المهم يعني هي تصير لخبطة كلش قوية نانا تصير لخبطة هي كلش قوية هنا. زين يلا اخذ نفس اخذ نفس ارتاح شوية وصلنا هذا المغنيسيوم سلفيد. المهم هو وين بال يفيد اللي يصير عندهم تورسات دي بوينت دي واللي عندهم ديجوكسين انديوس ارثمية. هاي الديجوكسين انديوس ارثمية حكيتها هنا اخر دواء الرونا الرانولازين هذا بالانتي انجايلان راح نفصل به. اذا هو يستخدم بالانتي انجايلان وايضا له خصائص انتي ارثميك ادراج مشابه للاميوداران اللي هو اخذناه بالكلاس الثالث. يقلل شورتنس ريبولاريزيشن لان هو يسد البوتاسيوم شانل ويقلل اكشن بوتنشال ديوريشن سيميلر. ها يعني هو على نفس الاميوداران انه هو شنو هو يسد البوتاسيوم شانل وايضا يقلل الاكشن بوتنشال ديوريشن. احنا قلنا هاي الاكشن بوتنشال ديوريشن من يقللها فقط كلاس 1 كلاس 1 بي اللي هو من هو الميكسلتين نفس الليدوكاين. فهذا يشتغل بعده ميكانيزمات يعني جامع بين الكلاس 1 بي وجامع بين الكلاس الثالث اللي هو وإلى ايضا انتي انجينال اللي هو رونالازين. يعالج الرفراكتري اتريال ويعالج الفنتريكل ارثمية وممكن يستخدم كومبينيشن والانتي ارثميك دراج الاخرى ويسوي ديزنس وكومبينيشن الكونستيبيشن عفوا. هذا السايد افكت مالته. هذا المختصر مالتهن. قلنا الكلاسات هذا كلاس 1 اي وبي وسي راح تشتغل على البوتاسيوم ممكن هاي الانواع الصوديوم انترميديت فاست والسلو كل واحد تشتغل كل وحده تشتغل على على قناة من الصوديوم. كل كلاس يشتغل على قناة من الصوديوم. كلاس 1 A إذن الأدوية مالتي حكيناهن. كلاس 1 B إذن الأدوية حكيناهن. كلاس 1 C هذا وبعد ويا دواء وهذا علي من يشتغلن يعالجن أنواع الأرثمية. الكلاس الثاني البيتا بلوكر إذن الأدوية مالتي شي عالجن هم حكيناهن. الكلاس الثالث بوتاسيوم شانل بلوكر اللي هو الأميودارون وال وباقي الأدوية الساتالول والأبيوتايد هذا الشيء عالج من أنواع الأرثمية. كالسيوم شانل بلوكر عفوا فيرابامين دلتيازم شيء عالجن. وأكو جدول لأخ بالإنترودكشن آخر نهاية المحاضرة هم رجعوا عليه فيكم بعد ما درستوا هاي المحاضرة اعتبروا كمراجعة. وأكو أذر دراج اللي هو الديجوكسين الأدينوسين والمغنيسيوم سلفيت وهذا الدواء الأخير اللي أخذناه اللي هو رانولازين. هذا هو انتهت هاي المحاضرة. محاضرة مو سهلة أبداً مو سهلة تحتاج يعني دراسة مكثفة وتحتاج تركيز وإذا